مساء الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل صينية كرنبيت بالفريخ، مغذية جدا. الكرنبيت مفيد قوي وكله فيتامينات. نقول المكونات اللي معايا. معايا صدور فريخ متقطعة مكعبات ومغسولة كويس. عندي كرنبيت، وردات كرنبيت مقطعة صغير كده وسلقاه في مية وليمون وكمون. عندي فلفل اخضر الوان، يعني نص واحده صفراء نص واحده حمراء نص واحده خضراء. عندي بصلايه مفرومه، عندي ثوم مفروم، معلقه صلصه كبيره، عصير طماطم. البهارات بتاعتي اللي هستخدمها ملح وفلفل وبابريكا وكمون. هنبدا نشتغل على طول. نحط البصل، طاسه اهي على النار فيها حبه زيت. هحط البصل اشوحه. حاجة معايا بشوح البصلة يا دوب بس تتبل. انا كنت مسخنة الزيت فالبصلة هتتبل معايا بسرعة، حتى لما حطيتها البصلة عملت صوت، الزيت كان سخن. هنزل الفريخ على البصل. اقلب الفراخ كده مع البصل. وهحط البهارات بتاعتي اللي هي ايه؟ هنبدا نحط البابريكا. الكمون. الفلفل الأسمر. والملح. أنا كده حطيت كل البهارات اللي معايا في المكونات. الوصفة دي هتاخد بس ملح وفلفل وبابريكا وكمون. انا كده حطيتهم خلاص. هقلب الفراخ مع البصل والبهارات دي كويس. وهحط الثوم. بقلب كويس جدا عشان البهارات بتاعتي تشربها الفراخ حلو. خلاص انا عندي كده الفراخ كلها لونها اتغير. هحط الفلفل الالوان. وهقلب كويس. واحط الكرنبيت. طبعا صينية مغذية جدا جدا، كلها حاجات مغذية. اسكان الفلفل الالوان، البروتين في الفراخ، الكرنبيت فيتامين،
فعندي يعني صينية متكاملة. الكرنبيت ليه كذا طريقة، بس احنا بنحب نغير عشان كان زمان بنعمله مقلي، خلاص بقى زهقنا عايزين نغير. في طريقة تانية برضو حلوة للكرنبيت باللحمة المفرومة، بتكون باللحمة المفرومة بتبقى حلوة قوي، بيبقى مطبوخ كده ومعاه لحمة مفرومة فبيبقى حلو جدا. انا كده قلبت كويس، هحط في النار واجيب الصينية اللي هتدخل الفرن. هحط خلطة الكرنبيت بالفراخ بالخضار كده في الصينية، الالوان حلوة قوي يا جماعة، الفلفل الالوان عامل شغل جامد. انا كده حطيت كل حاجة عندي، بقت الصينية بالشكل ده. هبدأ اجيب معلقة الصلصة احطها على الطماطم المضروبة وازودها مية واقلب، وبعدين احطها على الصينية. كده اقلب الطماطم بالصلصة، انت طبعا موضوع مقدار الميه انت يعني اللي بتحدديه. وهبدا احط كده على الصينيه كده، وهدخلها الفرن تستوي براحتها خالص. وبالف هنا وشفا، استنوا الفيديو الجاي. مع السلامه.